وصلت؟ حصل يا ريس. واهل البلد لما عرفوا ان العربيه دي تبعكم كانوا هياكلوني وكل. لولا ساتر ربنا كان زماني واقف قدامك دلوقتي. وشفت طايع؟ لا ما لحقتش، بس سمعت صوته في الميكروفون وهو بيهيج اهل البلد علينا. خلاص يبقى زي ما ابويا قال، ما ننزلوش البلد. ما ينفعش ما ينفعش يا ريس حرب، نسيبه طايع يكسر من هيبتك اكتر من كده. الناس شايله مني من ساعه ما تموت. انت مش شايف عويس؟ مش شايفه ميت في جلده كيف؟ يومين يومين الدنيا تهدى وبجنزه للبلد. يا ابوي لو نخينا لأهل البلد هيركبونا، ومش بعيد أجل حتى هنا وياخدونا من عوضنا، ولو منزلناش أنا أبقى خايفين. خلاص شوف هترسي على إيه، انزل البلد بكرة ولا بعد. هم ده بيتكلم صح يا ولدي. أنا لو كلمتكوا كابوكوا هقولكوا ما تنزلوش، بس لو كلمتكوا كالرئيس بتاعكوا أقولكم ما ينفعش العمدة مكانه يتكسر ويتهدد ويتبهدل ويخاف. لو ما نزلناش النهاردة يبقى نبطل الشغلانة، وكفاية القرشين اللي معانا نروح أي بلد تاني. لا هننزلوا البلد. هنروح لعمدة العملية. لا احنا نطلع على المغارة. المغارة بعيد، وحرب وعياله أكيد هناك، ومش هينزلوا البلد الليلة. هينزلوا، هم عارفين لو شقتهم اتكسرت النهارده هيخلصوا، اكيد هينزلوا.